حدثنا هدبه بن خالد حدثنا همام حدثنا قتاده عن انس بن مالك عن مالك بن صعصعه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليله اسري به حتى اتى السماء الخامسه فاذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالاخ الصالح والنبي الصالح تابعه ثابت وعباد بن ابي علي عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم